بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هيأ لهذا الدين حملا، واختار له من خلقه من بالإيمان جملا. الحمد لله الذي اصطفى لدينه الأخيار والأبرار، واجتبى لأنواره وهداية خلقه الشباب الأطهار، سجدا في الليل وسودا في النهار. والصلاة والسلام على إمام المرسلين وسيد المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعد فضل الله ورحمته وجوده وإحسانه، فقد اختار الله جل وعلا بتوفيقه لهذا الدين طلابا، وهيأ له من الأتباع شبانا نذروا أنفسهم لنشر الإسلام خداما، واصطفاهم من صفوة الخلق هداة وأعلاما، وميزهم بالعلم والأخلاق، فكانوا خير الخلق إنسانا، واجتباهم على أهل زمانهم شبانا، حملوا راية العلم بجميع وجوهه أنواعا وألوانا، فقدموا أنفسهم بإخلاص للإيمان قربانا، وباعوا شبابهم وحياتهم لله حبا وصدقا وإيمانا. أبنائي وأحبابي الشباب الجامعيون، اعلموا أن الشباب عصب الحياة، فإذا ما دعم بالعقيدة السليمة كان بناء لها بكل جدارة، وصانعا لأمجاد وسؤدد وحضارة. وهل لمثل هذا إلا الشباب المؤمن المثقف المتعلم الطموح لغايات أسماها رضاء الله جل وعلا ورضاء رسوله صلى الله عليه وسلم، من خلال خدمة الدين الحق والقيام بالدعوة على أكمل وجه، كما كان شباب الإسلام في العهد الأول من زمن النبي المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. إن الشباب ليحمل المسؤوليات، ومن أشقها ومن المهام أدقها، من ذلك حمل الدعوة بصدق وجد وأمانة. ثانيا، تأسيس الدعوة للأجيال اللاحقة المتعاقبة. ثالثا، بناء مجتمع إسلامي يقوم على الحب والعلم والتآخي والوفاء. والشباب الذي يريد الفوز والنجاح ينبغي أن يتصف بصفات، منها استغلال الوقت على أكمل وجه دون ضياع أي جزء منه. قال الوزير بن هبيرة الشيباني: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وتراه أسهل ما عليك يضيع. 2. تحصيل مستوى رفيع من العلم والثقافة والمعرفة. 3. طموح خلاق وهمة لا تعرف الخوف، وجد لا يتسلل إليه الخمول. قال الله تعالى: وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قال الشاعر: شباب خنع لا خير فيهم، وبورك بالشباب الطامحين. 4. رفض اليأس والقنوط لما فيهما من قهر الحاضر وتحطيم آمال المستقبل، وهما لا يلتقيان وشرعنا الحنيف وعقيدتنا السليمة، لقول الله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. 5.
عدم الاستهانة بالقدرات الشبابية أو الخجل من الإمكانات المتاحة. 6. الاستفادة من خبرات وتجارب السابقين من الرجال والحكماء المسنين. 7. النظر إلى مغريات الدنيا ومفاتنها أنها مزالق خطيرة وسهلة نحو الخسران، وإنها لا تدوم لأبنائها فكيف لأعدائها، بل هي صائرة إلى الزوال تاركة وراءها الندم والتحسر. 8. يتوج ذلك كله محبة الله تعالى ومراقبته وخشيته، ومحبة الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم والوفاء له ولما بذل من أجل بناء خير أمة أخرجت للناس. أحبابي، إن تجمعكم هذا خطوة موفقة نحو العمل الجاد، لذلك يتوجب عليكم أن تولوه اهتمامكم بوتيرة عالية جدا، ولا يجوز أن يكون عند أحد منكم شيء من التواني أو التقصير، فأنتم في سباق خطير مع الزمن، فلكم نظراء ومماثلون من شباب العالم كله، كل في صعيده، فلا يكونن أحد من أولئكم أسبق إلى المجد منكم، ولا يرين الله ورسوله من شباب الدنيا أحدا خيرا من شباب الإسلام، أعنيكم أنتم. واعلموا أن أمامكم عملا هائلا يستوجب منكم صحوة عالية جدا حتى تستطيعوا أن تحققوا المطلوب منكم، وهو يتمثل في الأهداف التالية: أولا، أهداف على الصعيد الداخلي، والقصد به ما حال بينكم، والقصد به حال ما بينكم، وتكون على النحو التالي: أولا، الأخوة في الله تعالى، وهذه صفة إيمانية راقية يجب أن تتحلوا بها فيما بينكم لتعطوا صورة حقيقية عن الأخوة في الله. وإن لم يكن الشباب الجامعي محققا لهذه الخصلات فمن ذا الذي يفعل ذلك؟ ثانيا، تحمل المسؤولية في الدعوة، وإنكم مرشحون لتكونوا أكثر الملتزمين تحملا لهذه المسؤولية المقدسة، تؤدونها ليل نهار وعلى كل حال بصدق وهمة وعزيمة. ثالثا، تنشيط الحلقات دعويا وعلميا وماليا، لتكون الحلقة كخلية النحل ليس فيها كسول بل إنتاج مستمر. 4. تطوير عمل الدعوة، وذلك بالتنمية الذهنية والأفكار الجديدة الإيجابية التي من شأنها دفع عجلة العمل الدعوي قدما إلى الأمام، ونفع الشباب الجامعي نفعا مثمرا في الدنيا والآخرة. أهداف على الصعيد الخارجي، وأعني بذلك تنشيط الدعوة إلى الله تعالى في المجتمع المثقف عامة وطلاب الجامعات خاصة، وهذا يكون على النحو التالي: أولا، بناء الشخصية الدعوية فيكم بناء قوية بقوة العلم وقوة الإيمان وقوة الجسم وقوة العلاقات الاجتماعية وأي نوع من أنواع القوة، وهذا أدعى للشباب الجامعي الداعي إلى الله أن يفتخر بدينه ودعوته أمام كل الخلق، لأنه مجرد من مواطن الضعف والذم. ثانيا،
القيام بدعوة عصرية في الجامعات قوامها الاستزادة من أنواع المعلومات الحديثة اللازمة مع الروح الحاضرة مع الله جل وعلا، فإذا جمعتم فكراً نيراً وقلباً حاضراً ذاكراً وروحاً عاشقةً أمكن أن تؤثروا في الحجر، فكيف تأثيركم في البشر؟ فمن تحقق فيه هاتان الخصلتان فقد تمكن أن يحقق الأهداف على الصعيد الخارجي بنجاح، ومنها التركيز على قوة العلاقة مع أساتذة الجامعات، وإن التفوق العلمي مع الصفاء الروحي بوابة عظيمة لكسب هؤلاء الأساتذة. 2. تنشيط العمل الدعوي بين الشباب الجامعي لكسب جيل جامعي تلو جيل، حتى تتغذى الدعوة بالشباب المثقف على الدوام. 3. أن نقدم للمجتمع طبقة شبابية مثقفة مؤمنة داعية، حيث حل الفرد منها حل النجاح للعمل، وتحقق الخير للدائرة أو الوزارة ثم للأمة، وعندئذ يكون هذا دعوة عملية تكسبون من خلالها شخصيات متميزة ومواقع هامة. 4. الحرص على دوام الصلة مع الشباب الجامعي المتخرج خاصة الدعاة، وهذا يستلزم إيجاد رابطة للمتخرجين وربما لخريجي الدراسات العليا بشكل عام. ختاما، لا بد أن أشكر الله تعالى على أن ألهمكم تأسيس هذا التجمع أو إقامة مثل هذا المجلس المبارك، وإني لأشكر لكم كل سعي وعمل، متمنيا على الله تعالى أن يتوج دراساتكم بالتفوق ودعوتكم بغاية التوفيق. ولا أنسى أبدا أن أشكر إخوانكم الكبار قدام حلقاتكم الذين أضنوا أنفسهم وأجهدوا أجسامهم ليبنوا فيكم الحب والإيمان والعلم والإخلاص، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، فجزاهم الله عني وعنكم وعن الدعوة كل خير. بارك الله بكم وأنتج منكم الكثير الطيب، وإلى لقاءات متحددة قائمة بإذن الله، مستودعا إياكم عندما لا تخيب ودائعه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.